السلام عليكم اخوك، كملوا لا بارتي 4. بالنسبه للناس اللي يلا التحقوا معنا، ديجا كاين لا بارتي 1 و 2 و 3 فيها لي كيسيون لي دوزو. شكرا الله. دونك بقينا هنايا. بالنسبه لهاد كيسيون 19، قالك ساشون كو تو لي كودور سون ايدونتيك اي مونتي سور لي زاكس دي مونتور voir document ressource 2 à partir du document ressource 5 et 6 sur le document réponse 6 et le calculer en prenant 4 chiffres après la virgule. C'est un calcul à Ouelhaja, le déplacement dx42 en millimètres du chariot x pour un tour du moteur mx1. Donc là, le document réponse il y a une واحد الدوكيومونطاسيون على لو سيستيم فيس اكرو هو هذا. دونك اون فوا كندورو لو فيس واحد شويه ليكرو كي ديبلاصا واحد لا ديستانس، لا غولاسيون اللي كاينه ما بين هاد يعني لا ترانسلاسيون اي لا روتاسيون هي هادي. لا فيتيس دو ترانسلاسيون ايت ايغال ل با فوا ل ان، لا فيتيس دو روتاسيون. هادي لا فيتيس دو ترانسلاسيون، هادي لا فيتيس دو روتاسيون. Donc, il a dit c'est mètres par seconde, ou il a dit c'est tours par seconde. Donc, il a d'abord le temps, il a dit qu'il prend le mètre, ou il prend le tour. Il a dit qu'il prend la distance en mètres, est égal à P fois le nombre de tours. Donc, il y a le document ressources, il a le codeur CDX1, WADA. Donc, il a dit qu'il le monteur. Donc, il a la vitesse de rotation NMX. ومن بعد كدوز ريديكتور كترجع لنا ان 41 و لو سيستيم في سيكرو كيحول ديك لا فيتاس دو روتاسيون ان 41 لواحد ديبلاسمون دي اكس 42. دونك كما قلنا قبيله هذيك دي اكس 42 واحد المسافه هي البا هو لا فيتاس دو روتاسيون ديال ال 41. دونك علاش 41 42؟ حيت 42 هو ليكرو و 41 هو الفيس. وعندنا واحد ان لو رابور يعني دو ترانسميسيون هو لا فيتاس دو سورتي على لا فيتاس دونتري. دونك نقدروا نعوضوا بهاد لا غولاسيون، نعوضوا 41 ان 41، عطينا بان دي اكس 42 ايكال ان ام x يعني لا فيتاس دو روتاسيون ديال الموتور فوا داك لو رابور فوا لو با. عندنا لو رابور دو ريدكسيون هو هذا 0.195 والبا قالوا لنا كتساوي 10 ملم. دونك بور ان تور دو موتور ام اكس 1 معناتها ان ان ام اكس كيساوي ان تور، يعني غادي الدور اي دوره وحده شحال غادي يعطينا الديبلاسمون ديال دي اكس 42. غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك هي هادي، نعوضو كل حاجه بقيمتها كتعطينا بان دي اكس 42 تيغال 1.95 ملم. دونك هي هادشي هذا هو المطلوب منا، ها هي لا فالور دي اكس 42 اون ملم. كيسيون اللي بعدا قالك كالكول دو بريسيزيون تيوريك بي اكس اون ملم اوبتوني بار لو كودور، يعني شحال بريسيزيون ديال هاد لو سيستيم هذا. كيما شفنا هاد لا فيغور قبل، دونك عندنا لو مونتور، دونك هادي هي لا فيتاس دو روتاسيون دو مونتور. من بعد كاين لا فيتاس ديال لا روتاسيون ديال ريديكتور كيعطينا ديبلاسمون ديال ليكرو 42. دونك ها هو في دوكيمون ريسورس، دونك عطاونا نومبر دو بوان دو ريزوليسيون، قالك ستان كودور تيب انكريمونتال. دونك خصنا نجاوبو هنايا، ها هو بعدا واحد ستان كودور تيب انكريمونتال بحال هكذا. دونك البرينسيپ ديالو هو هذا، كيبقى كيصيفط هاد لي ريون هنايا ديال الضو، اون فوا تي يدوز معناتها ان راه تيدوز الضو دونك راه فواحد البوزيسيون، اون فوا تيدور هاد الديسك شي شويه تيتقطع داك الضو معناتها ان زاد واحد شويه، عاوتاني هاد لو ريون كيصيفط عاوتاني الضو محدو دايز راه فواحد البوزيسيون محدو تقطع هكذا. دونك كيعطينا واحد سينيال كاغي هكذا، واحد السينيال. دونك ابارتيغ من هاد لي ديسك اي بي كنقدروا نعرفوا يعني شحال من دوره دار لنا داك لاكس هذاك هو.
دونك هذا هو البرينسيپ ديال داك الكودور. وعطاونا في لي دوكيومون ريسورس قال لك لا بريسيزيون تيوريك دان كودور انكريمونتال اي بريسيزيون تيوريك كتساوي دي بي على ان بي افيك دي بي هي ديبلاسمون دو شاريو بور ان تور دو كودور اللي يلا حسبناها دابا عاد دونك كانوا كيوجدونا غير باش نحسبوا هاد البريسيزيون و لو نومبر دو تور دو لو نومبر دو بوان دو كودور هي هادي اللي عطاونا هنا 1024 بوان دونك شنو غادي نديرو ابليكاسيون ديريكت غادي نديرو لا بريسيزيون بي اكس اللي طابلنا اون مليمتر هي دي اكس 42 سور ان بي اللي هي 1024 رومبلاسيو 1.95 حسبناها على 1024 دونك عطينا هنايا 1024 عطينا بي اكس ايكال 0.0019 مليمتر دونك هادي هي لا بريسيزيون ديال هاد الكودور هاد دونك يعني ديبلاسمون ديال 0.0019 مليمتر كيقدر يميزوري هاد الاخر يعني ديال سي تري مينيمتر يعني باش كيبان لك بان بريسيزيون تري تري بريسيز وهادشي اللي مطلوب منا ندوزو الكيستيون اللي من بعد عاوتاني لا ميم يعني هذيك الشيء اللي في الاول كيتابليك على هاد لي كيستيون كاملين دونك خصنا نحطو كاتشيفر ابخي لا فيغول وخصنا نستعملو لي ديكومون ريسورس في الكيستيون قال لك كالكولي لو ديبلاسمون دي اي 66 ان مليمتر دو شاريو اي دابا حسبنا ديال اكس نحسبو دابا ديال اي بور ان تور دو موتور ام اي عطانا لو رابور جلوبال هو 0.73 دونك يعني غادي نديرو كما شفنا في لا كيسيون اللي قبل من هذه لا كيسيون 19 ها هو لو شيما يعني منين كي كدوز الموفمون دونك كاين لو كود لو كود سي اي سي دي اي كيعطينا السيم اي و ان ام اي كيدوز في الريديكتور و سيستيم بوليكوروال اللي عندهم واحد الرابور جلوبال كاج جي من بعد كيعطينا ان 64 ديك ان 64 كتحولنا لواحد ديستانس دي اي 66 دونك غادي نابليكي داكشي اللي ابليكيناه قبيله دو لا ميم كيسيون 19 ان دي اي 66 سي ايغال ان 65 فوال با قال لك افيك ان 65 هي لا فيتاس دو روتاسيون ديال البولي 65 البا بيان سور هي بي فوا دي حيتاش عندنا هنايا سي اون بولي دونك كل ما كيدور دوره البولي كل ما كدور دوره راه تيزيد كسميتو يعني الكوغوا تزيد بالبيريمتر ديال ديك البولي شحال هو البيريمتر ديال ديك البولي هو بي دي هو 2 بي ار هو دونك بي دي دونك هادي هي البا باش كيتحرك كل ما دار الدوره كيتزاد بالبيريمتر ديال الدوره دونك كا جي عندنا هي ان 64 على ان ام اي دونك هو هذا لا فيتاس اللي هنا مع لا فيتاس اللي هنايا السورس هي 64 ولونتري هي ان ام اي و بيان سور عندنا ان 65 كتقال ان 64 حيتاش مركبين على لو ميم اكس كما شفنا في ليكيسيون اللي قبل ها هي 64 تدور يعني تدور لاكس 73 اللي كيدور بالدور ديالو 65 دونك الا قلنا لا فيتاس دو روتاسيون ديال ال 65 هي لا فيتاس دو روتاسيون ديال 64 الوغ غادي نعوضو دونك ان 65 تقال ان ام يغاي فوق جي هادي غير هاد لا رولاسيون هادي هي غادي نعوضو الفوق دونك دي يغاي 66 تقال ان ام يغاي عوضنا ان 65 بالعلاقة ديالها دونك ان ام يغاي فوق جي فوق بي فوق دي 65 5 غادي نديرو واحد لابليكاسيون نيميريك نعاودو كل حاجه بقيمتها عطينا بان دي اي 66 ايتيغال ا 11.0081 ملم دونك هادشي اللي مطلوب منا هادي هي لا فالور اللي طلبو منا ندوزو للكيسيون اللي قبل هاد الاخر التعاود كما قلنا قال لك كالكولي لا بريسيزيون تيوريك بي اي اون ملم اوبتوني بار لو كودور سي دي اي دونك هاد لا كيسيون حتى هي ديجا طرحوها علينا بحالها غادي نابليكيو داكشي كيما قلنا دونك هادي يعني لا كاركتيرستيك ديال الكودور يعني نفس الكودور دونك نفس البريسيزيون نفس النومبر دو بوين
pardon, nombre de points, ma précision qui est celle fois. Donc, qui mentionne la question 20, radine de PY est égal à DY66, on somme là nombre de points. Radine tonne à double les valeurs, à certaines PY est égal à 0,017 mm. Adi à la valeur little bon nous la question l'imbed, calculer la précision de positionnement PM en millimètres de la machine, conclure sur la correspondance de cette valeur avec celle annoncée par le constructeur dans le cahier de charge. Donc, on a calculé le PM. Au départ, on a le cahier de charge, les conditions minimales sont harmonieuses. Donc, le document réponse. شنو كتساوي بي ام بي ام الى مشينا شفنا دوكيمون ريسورس غادي نلقاو لا فالور ديالها لا بريسيزيون دو بوزيسيونمون لي رمزوا لها هنايا بي بي لي اون مليمتر ها هي كتساوي تقريبا اكس شنو هي اكس هي الكورس ماكسيمال سويفون لاكس اكس دلتا اكس هي البريسيزيون دو ديبلاسمون سويفون لاكس اكس هذه ديجا حسبناها بريسيزيون دو ديبلاسمون حسبناها عاوتاني يغاك le course maximal suivant y ou delta y précision de déplacement ça y est déjà حسبناها donc on a les courses maximales ou donc le course maximal xm 42 يعني ديال ليكرو 42 اللي هي هاد بيتي تكس هي 2970 mm ou عاوتاني بقى لنا الديبلاسمون ماكسيمال يعني الكورس ماكسيمال سويفون y هي هادي هي 2390. Donc, on a les courses. Donc, pour appliquer la relation, on stimule les désignations là-dedans. Il y a des, donc PM est égal à XM 42 fois PX, YM 66 fois PY, les déjà subnaha. Donc, les courses maximales, on a rajouté les deux tableaux. On a oudo. Donc, on a oudo PM. On a oudo les valeurs, les éléments en aya. On a bon. PM a 0,0067 mm. D'abord, on a un carnot avec le cahier de charge. C'est l'extrait du cahier de charge, qui est le document ressources. Donc, il y a en gras la précision de positionnement. Il y a au minimum 0,01 mm. Alors que nous avons 0,0067 mm. Donc, la précision de positionnement PM calculée est inférieure à la précision exigée par le cahier de charge de fonctionnement. La précision est 0,01 mm. Donc, nous avons en dessous de la précision. Nous avons une précision en dessous de la précision. Donc la machine proposée est plus précise que les exigences du cahier de charge de fonctionnement. Marteau une petite pause. نكملوا فين وقفنا قبيله دابا لا طاش نيمورو 3 فاليداسيون دو شوا دو مونتور ام اي ما بقاش ابقى والو قربنا نساليو دونك قال لك لوسكون دي كوب دي ماتيريو كومبوزيت لو مونتور ام اي ابسورب ان كورون اي دو 4 امبير سوز اون تنسيون U de 70 volts. Dans ces conditions et à partir du document ressource 6, sur le document réponse 7, calculer le couple CMY en newton-mètre développé par le moteur MY. Donc, là, document réponse, on a dit le halak da. On a extrait des caractéristiques du moteur MY. Je n'ai rien intéressant.
كاين بيان سور هاد الكونستانت دو كوبل كاسي هي 0,273 نيوتن متر بار امبير، يعني كل ما كنعطيوه دي زامبير تعطينا واحد لو كوبل. دونك يعني ها هي واحد الكاركتيريستيك اللي ستعطينا لو كورون اون فونكسيون دو كوبل، يعني في هاد لو موتور خصيصا اللي هو لو موتور اكورون كونتينيو كيكون لو كورون اي بروبورسيونيل او كوبل. بيان سور هاد اي زيرو يعني في غالب الاحيان كيكون كيساوي كيقرب للزيرو، دونك نقدروا نيجليجيوه. دونك كيكون لو كورون اتيغال واحد الكونستانت فوا لو كوبل، هي هادي. دونك شنو غادي نديرو حنايا؟ قلنا بان سامي غاي اتيغال كاسي فوا اي، دونك خصنا هاد الكاس هادي نضربها في لو كورون ابسوربي. شحال هو لو كورون ابسوربي؟ ها هو قال لك لو موتور ام ايغريك ابسورب ان كورون اي دو 4 امبير. دونك غادي نعوضو 4 امبير مع الكونستانت هي هادي منين جبناها، غادي يعطينا بان لو كوبل موتور ديال ايغريك تيكال 1,092 نيوتن متر. هادي هي اللي مطلوب منا. دونك كون جاوبنا على السؤال 24، ندوزو للسؤال اللي من بعد. دونك هاد الهضره كتعاود، قال لك كالكولي لا فالور دو لا فورس الكتروموتريس او اون فولت بوي ديدوير لا فيتاس دو روتاسيون ان ام ايغريك اون تور بار مينوت. ها هو دوكيمون ريبونس. دونك خصنا نحسبو لا فالور ديال او ونعطيهم من بعد ان ام ايغريك. توجور هاد لي كاركتيريستيك غادي ينفعونا، يعني دابا لو موتور اكورون كونتينيو تن يعني تن الى بغيتي تقول شيما ايكيفالونت ديالو هي هادي. هذا هو الانديكتور وهذا هو الاندوي. المهم هذا الديتاي خاص بالكور ديال الكورون اكورون كونتينيو اللي ما احتاجش نتعمقوا فيه بزاف. حنا اهم حاجه غادي نحتاجوا هاد لابارتي هادي ها هي. دونك الى درنا هنا لو دي ماي غيعطينا بان U تيكال ار اي بلس او. R شنو هو R؟ هي لا ريزيستانس دو لاندوي. وحتى الى شفتو هنايا راه ما هضرناش كاع على الاندكتور، كيهضرونا غير على لاندوي. دونك اي سانتيريس غير لهاد لابارتي هادي ها هي. دونك قلنا U تيكال او بلس R ديال لاندوي فوا لو كورون اي. غادي نابليكيوها. شنو طالبين منا؟ طالبين منا او. دونك غادي نجيبو او لهاد الجي، او تيكال او موان ار ا فوا اي. غادي نعوضو كل حاجه بالقيمه ديالها. الاو هي هادي، حنا عندنا 70 فولت، هادشي اللي قالو لنا 70 فولت. ار ا غنجيبوها من هنا 1,1 اوم، والاي هو 4 امبير اللي شفنا. غادي نعوضو، يعطينا بان الاو تيكال 65.6 فولت. دونك حنا جاوبنا على البارتي الاولى ديال السؤال. من بعد قال خصنا نحسبو ان ام ايغريك. لو كوبل كيما شفنا لي بروبورسيونال الكورون، وحتى لا فيتاس دو روتاسيون في هاد لا موتور كورون كونتينيو اي بروبورسيونال ا لا فورس الكتروموتريس. دونك عندنا هاد العلاقه هادي او ايتيغال ا ك او فوا ان ام ايغريك. فين هي ك او؟ هي هادي كونستانت دو فيتاس ايتيغال 0,0286 فولت بار تور par minute. Donc il suffit de la remplacer. Bada nhto en ami y est égal à e sur ke, la constante de vitesse. On remplace كل حاجه بالvaleur ديالها. Donc le e déjà حسبناها 65.6 و le ke هي la valeur ديالها. Donc ça t'aina ben n m y est égal à 200 2293,70 tours par minute. هكا نكونو جاوبنا على السؤال 25. هادي تتعاود. دونك قال لك كالكولي الوغ لا بويسونس بي ايغريك اون وات ديفلوبي بار لو موتور ام ايغريك. شنو هي لا بويسونس؟ لا بويسونس يعني بار ديفينيسيون هي لو كوبل فوا اوميغا. هادي اوتوماتيكمون خدها فراسك بان الا كنا كنخدمو في لا روتاسيون البويسونس ايتيغال لو كوبل فوا اوميغا، كنا كنخدمو في ترانسلاسيون لا بويسونس ايتيغال اف فوا في. دونك كيما قلنا P y est égal à cm y fois oméga m y. Attention, yani, la vitesse de rotation, c'est ce qu'on en radian par seconde.
الوغ كو حنا يلا حسبنا ان ام ايغراك، يعني لا فيتاس دو روتاسيون ديال الموتور، ما حسبناش اون راديون بار سكوند. لا ريلاسيون اللي كاينه ما بين اوميغا و ام هي هذه، اوميغا ام ايغراك تيغال 2 بي فوا ان ام ايغراك سور 60. دونك غادي نعوضو اوميغا ام ايغراك بالقيمه ديالها اللي بدلت ان ام ايغراك، غتعطينا هاد لا ريلاسيون هادي هي، ونعوض كل حاجة بالقيمة ديالها. ديجا حسبنا سيم ايغاك، ديجا حسبنا ان ام ايغاك. دونك في كيسيون 24 سيم ايغاك كيساوي 1.092 نيوتن متر، والكيسيون 25 ان ان ام ايغاك تقال 2293.70 تور بار مينوت. دونك احنا عوضنا كل حاجة بالقيمة ديالها، القاو بان بي ايغاك تقال 262.29 واط. ها هي لا فالور اللي طلبوا منا. دونك ندوزو لكيسيون 27، قال لك كالكولي لا بويسونس بي 6 ان وات ديسبونيبل او نيفو دو لا كوروا. دونك شنو علاقة مع السؤال السابق؟ السؤال السابق قال لنا حسبوا البويسونس في المونتور، شنو ما بين المونتور والكوروا، المونتور والكوروا هذه هي العلاقة بيناتهم. يعني عندك لا بويسونس بي ايغريك اللي تيعطيها الموتور، تتبقى غادية تتحول هنايا لواحد لا بويسونس هي سي 62 يعني فوا اوميغا 62، عاوتاني كتخرج كتولي كتحول سي 64 اوميغا 64، حتى كتجي لهنايا وكترجع هي هاد لا فورس والفيتاس 66. دونك خاصنا يعني لو روندمون ديال كل سيستيم، الروندمون ديال هذا، الروندمون ديال هذا، الروندمون ديال هذا، ها هما عاطينها لنا هنا في لي كاركتيريستيك. الريدكتور عنده روندمون ايتا 3 والروندمون هنايا ايتا 4 ديال لو سيستيم بولي كوغوا هذا، عاوتاني كاين الروندمون ديال سيستيم بولي كوغوا هو هذا. دونك لي 3 روندمون ها هما عاطينهم لنا 0.91 0.97 0.97. دونك يسيفي اننا نقولوا بان لا بويسونس اللي خارجه على لا بويسونس اللي داخله، يعني اللي كاينه في الموتور، هو البرودوي ديال هاد لي 3 روندمون. دونك شنو طالبين منا؟ طالبين منا بي 66. دونك بي 66 سي تيغال بي ايغريك فوا لي 3 روندمون. دونك سي نورمال حيتاش يعني راه كدي على بويسونس في الطريق، دونك غادي تبقى غادي هاديك بي ايغريك وكينقص منها شويه شويه شويه. دونك بي 66 قلنا هي 262.29 هي لا فالور ديال بي ايغريك، وهادو هما لي 3 روندمون. غادي نديرو ابليكاسيون نيميري كتعطينا بان بي 66 سي تيغال 224.57 وات، وهذا هو المطلوب منا. دونك ندوزو لكاسيون 28، قالك اون بروندرا بور ان ام ايغريك لا فالور 2300 تور بار مينوت. وانت لاحظ معايا 2300 راه قريبة لديك الفالور اللي لقينا حنايا، حنا كنا لقينا 2200 وشي حاجة. دونك إلا كنتي كتحسب ولقيتي شي فالور مثلا، لقيتي 1500 وكذا، وجيتي السؤال اللي من بعد قال لك ناخدو هاد لافالور 2300، عرف راك غلطتي، يعني خاصك ترجع لذاك الكيستيون وخاصك تلقى بأن ديك لا فيتاس دو روتاسيون ديال قريبة لهاد لا فيتاس دو روتاسيون اللي كيقترحوا عليك. ما علينا، قال لك ان الى خدينا ان ام ايغريك كتساوي لا فالور، كالكولي لا فيتاس دو روتاسيون ان 64 ان تور بار مينوت بوي لا فيتاس لينيير في 66 ان متر بار سكوند. دونك ها هو دوكيمون ريبونس. اجي شنو هما لي دوني اللي عندنا؟ عندنا ان ام ايغريك ياك، وعندنا كيطلبوا منا ان 64. دونك غادي نخدموا الرابور كا جي. دونك هاي هو كا جي تقال ان 64 على ان ام ايغريك، ان 64 هي كا جي فوا ان ام ايغريك. غادي نديرو كل حاجة بالقيمة ديالها، ها هو ان 64 كيساوي 167.9 تور بار مينوت. سي نورمال حيتاش الموتور راه كيدور 2300، ميمكنش ديك لافيتاس دو روتاسيون كبيرة بزاف، الا دورنا بها الفيس الشاريو غادي ديبلاصا بواحد لا فيتاس كبيره، يعني غادي ديبلاصا اون ترانسلاسيون بواحد لا فيتاس كبيره. هذاك الشيء علاش كنحتاجو اننا نهبطو لا فيتاس من 2300 حتى ل 167 باش يديبلاصا لنا لو شاريو غير بشويه.
Donc, il y a la vitesse de rotation. D'abord, personne ne veut la vitesse. D'abord, la vitesse. Pour calculer la vitesse, finir par 64. Donc, il y a des. D'abord, personne calculer la vitesse de 16. Pour calculer la vitesse de 16, personne la vitesse de rotation de le 65. شنو هي لا فيتاس ديال الروتاسيون ديال 65؟ هي لا فيتاس روتاسيون ديال الاربع 73 اللي هي بطبيعه الحال لا فيتاس روتاسيون ديال البولي 64، يعني ان ان ام 64 كتساوي ان ام 65. وديك الساعه نقدروا نحسبوا الفيتاس اللي هي ار اوميغا، يعني ار لو رايون ديال هاد الكوغوا ولا الى بغيت تقول البولي فوا اوميغا ديال هاد البولي، هادي البولي 65. هادشي اللي غادي نديرو. دونك قلنا بان لا فيتاس 66 تقال الديامتر ديال البولي، حيتاش الكوغوار لاصقة على البولي، دونك نقدروا نقولوا نخدموا بالديامتر ديال البولي. دونك دي 65 هي ار فوا اوميغا 65. دونك قلنا 65 هي 64، عندهم نفس لا فيتاس دو روتاسيون. دونك غادي نعوضو اوميغا 64 كما شفنا قبل، هي دو بي ان 64 على 60، ونعوضو كل حاجه عاوتاني بالقيمه ديالها، غير هو خصنا نحولو هادي هذاك الديامتر 65 اللي عطاونا في الدوكيمون ريسورس، عطاونا 48 مليمتر، كنحولوه للمتر باش في التالي غيعطينا لا فيتاس اون متر بار سكوند. دونك تو كالكول في غادي نلقاو فيت 66 كيساوي 0.42 متر بار سكوند. هكذا نكونو جاوبنا على كيسيون 28. كيسيون 29 قالك كالكولي الوغ لا فورس دو بوسي اف 66 اون نيوتون ديسبونيبل او نيفو دو لا كوغوا 66. كيفاش نديرو نحسبو اف 66؟ كيما شفنا قلنا لا بويسونس الا كانت في الروتاسيون كتساوي كوب فوا اوميغا، إلا كانت ترانسلاسيون إيتيكال لا فورس فوا لا فيتاس. دونك ديجا عندنا لا بويسونس و عندنا الفيتاس، نقدرو نجبدو الإف 66. دونك هي هادي هنايا عندنا هادا هما التلاتة اللي كاينين، بي 66 إف 66 و في 66. دونك الكيسيون 27 حسبنا بي 66 224.57 واط، في الكيسيون 28 حسبنا في 66 اللي 0.42 متر بار سكوند. غادي نعوضو الفوق، ها هما تعطينا بان اف 66 تيغال 534.62 نيوتن. داكوغ. دونك لا ديرنيير كيسيون قالك لو موتور ام ايغريك ايتيل فاليد سي اون كونسيدير لا فورس بوسي دو بوسي اف ايغريك مينيمال بور ديبلاسي لو شاريو ايغريك ايت استيمي ا 400 70 نيوتن. جوستيفي فوتخ ريبونس. دونك ها هو دوكيمون ريبونس عندنا، وي لو موتور اي فاليد. علاش؟ حيتاش يلاه حسبنا اف 66 لقيناها كتساوي شي 400 وشي حاجة، دونك انفيريور لهاد لا فالور هادي، كار اف باردون كار اف 66 اللي كيقدر يعطيها لو موتور، يعني هي 534.62 نيوتن. هادي حسبناها في الكيسيون 29، هادي سوبيريور ليك لا فالور اللي محتاجها، يعني الكايد شارج، الكايد شارج كيحتاج غير 470 نيوتن، الوغ كو حنا حسبنا بان لا بويسونس اللي يقدر، يعني لا فورس اللي يقدر يعطيها الموتور من بعد بيان سور ما يدوز من الريديكتور والبولي كوروا الاول والبولي كوروا الثاني، كيعطينا هاد لي فور كيعطينا 534. دونك هذاك اللي بيان شوازي. وهكا غنكونو سالينا، جيسبر تكونوا فهمتوا مزيان معايا. Et bon courage.